السلام عليكم. لا شيء أرفع من أن نموت لنحيا ونحيا لكي لا نخاف العناد. فهل ضاق صدرك بالهذيان الممل؟ لنا موعد آخر نتأسى به، لنا في الرياض الفساح وفي حضرة الله والموت كل السراح. بهذه الكلمات رث الأديب والمناضل الجمهوري أحمد قاسم دماج ذاته قبل وفاته، وهو يتحدث عن الموت والحياة وضيق صدر الزمان بهذيان الحرية وعن الحياة بعيدا عن مخاوف العناد. وهو الفتى الذي ترعرع في ضواحي إب، والثائر الذي قضى 10 سنوات من حياته كرهين في سجن الإمامة، وهو الذي تحدث بشكل بالغ الحجم والتأثير عن رفاقه في السجن الذين ماتوا في سجن القلعة قائلا: كان عددنا 12 رهينة، مات منا 10 بسبب الظروف الصحية الصعبة هناك وانعدام الرعاية، فيما تمكن 2 منا من النجاة. هو أول أمين عام لمجلس الوزراء بعد قيام ثورة سبتمبر عام 1962، ورئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب اليمنيين لعدة دورات. شارك في العديد من المؤتمرات ومهرجانات الشعر العربي، نشر شعره في بعض الدوريات العربية والمحلية مثل الموقف الأدبي والثقافة اليمنية واليمن الجديد، وعش ذلك المتجرد يضع بصماته الروحية المتفردة كقدوة وطنية وإنسانية ومشروع حداثي يمشي على قدمين. رحل أحمد قاسم دماج في زمان ترنح الجمهورية بعد الاجتياح والانقلاب، بعد الغدر بها من قبل الثورة المضادة لفبراير وثورة المضادة لسبتمبر. رحل في لحظة لا يزال هذا الجيل يفتش عن رجالات اليمن المطمورين في مسافات الإهمال والتغييب. مشاهدين الكرام، حول تاريخ من النضال الجمهوري والتجديد الثقافي للفقيد أحمد قاسم دماج ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. إلى حيث يبقى رهينة إلى الأبد يرحل الشاعر أحمد قاسم دماج. بين موت دماج وولادته قصة مثيرة زاخرة بالتفاصيل. تبدو مسيرة الرجل منذ إيداعه كرهينة في سجن القلعة بمحافظة تعز. تقول الرواية إن عسكر الإمام أحمد عندما فشلوا في اعتقال عمه أخذوه هو. واجه الصغير مصيره بتحد حتى زج به في سجن القلعة، المكان الذي سيدخله طفلا في 7 من عمره سيخرج منه فتى في 17، حيث فقد أحمد عقدا كاملا من العمر. بعدها يحاول عمه تعويضه ما فاته من سنوات، فيذهب إلى تخصيص مدرس له ليبدأ تعليمه. كرس أحمد حياته للمطالعة والقراءة في مكتبة عمه، فتكونت لدى الشاب المغامر رؤيته ليخوض معها معركة الدفاع عن الجمهورية مقاتلا في صفوفها مرة ومنافحا عن تأريخها العريق مرات أخرى. وتلك نقلة دفعت بالشاب المغامر للانخراط في تيارات يسارية مناهضة لسلطة الأجهزة البوليسية المتعاقبة على الفترة ذاتها، فكانت هذه أبرز أسباب عودته إلى السجن مجددا. بعد 3 عقود تكشف التفاصيل أن الرهينة ليس سوى ذلك الطفل الذي وجد نفسه فجأة في قبضة جنود سيذهبون به إلى سجن القلعة، المكان الأسوأ في تاريخ البلاد، لتخلد قصته في رواية يسقط مؤلفها شخصية الرهينة على حالة اليمن إبان حكم الإمام أحمد، كما يتم اختيار الرواية ضمن أشهر 100 رواية عربية في القرن الماضي. لم يكن محورها سوى دماج السجين القديم الذي سيصبح رئيسا لاتحاد الأدباء والكتاب. كان الفتى قد نجح في تأهيل نفسه فكريا وثقافيا إلى درجة وضعته في مصاف النخبة الأولى، وغير مرة رفض أحمد تولي مناصب رسمية ليبقى عامل التوازن في أهم مؤسسة مدنية بارزة، بعد أن حاول نظام صالح ضمها وإلحاقها بسائر الهيئات المدنية التي سقطت في قبضة حزبه. وهو السلوك الذي قال عنه الراحل دماج مع اندلاع ثورة الربيع العربي: انتهاج صالح وسعيه لأن يستأثر بكل شيء هو ما دفع إلى إعلان الثورة عليه وخلعه. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ نقاشنا عن أحمد قاسم دماج، تاريخ من النضال الجمهوري والتجديد الثقافي، مع ضيفي عبر الهاتف الأستاذ مصطفى الجبزي الكاتب والباحث من باريس، وسينضم معه آخرون أيضا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ مصطفى. مرحبا، مساء النور. أهلا بك معنا في هذه الحلقة التي نسلط فيها الضوء عن تاريخ من النضال سطره الفقيد أحمد قاسم دماج. وبداية أستاذ مصطفى، نود أن تحدثنا بشكل إجمالي، ما الذي مثلته شخصية كشخصية أحمد قاسم دماج من حضور تاريخي في المشروع الجمهوري والتجديد الثقافي؟
في البداية أود تقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد المصغرة وهي عائلته الدماج، ولأسرته الكبيرة وهي اليمن وكل المثقفين الذين يتابعوا ويعتدون موقفه، وكذلك الأسرة الكبيرة والأكبر التي فقدت مناضلا استثنائيا وأديبا من طراز آخر. في حقيقة الأمر هناك مقولة تقول الإنسان هو الأسلوب، والتي ترجمت الرجل هو الأسلوب، ونحن يمكننا أن نقول أن الرجل هو الموقف. هذا هو الأستاذ أحمد قاسم دماج، ولست من مجايليه، لكن سيرته هي ملهمة جدا لجيل يعيش لحظة تجاذبات كبيرة وخيبة أمل قاسية، خصوصا منذ 2011 وما تبعها من أحداث في اليمن. نعم. أصبح بانتكاسة للأحلام الكبيرة وللطلعات اليمنيين. ربما ما يحدث ويقود إلى خيبة أمل وانكسار حقيقي، لكن الحياة التي عاشها الفقيد تمثل إلهاما كبيرا ونموذجا للعزيمة وللنجاح ولتحدي الصعاب. نعم أستاذ مصطفى، يعني ما هي السمات البارزة التي جعلت لكل هذا الحضور النوعي في حياة الفقيد وفي مماتها أيضا؟ هي شخصيته المتفردة، ما نقرأه عنه وما نسمعه من الأشخاص الذين احتكوا به وعاشروه كل يثني عليه بأكثر من صفة. فهو شخص متواضع وودود ولطيف وأب للجميع، وهو أيضا ذلك المثقف العصامي الذي بنى نفسه. أريد أن أشير إلى خاصية استثنائية بالنسبة لي، وهي أن الشخص الذي يخرج يعيش فترة طفولته في السجن لابد أن تناله كثير من الصعوبات وتنال نفسها، إلا أن الأستاذ تمكن وخرج منتصرا وكسر أولا العزلة وخرج دون رغبة في الانتقام، وهذا شيء هام جدا خاصة في هذه اللحظة، هي كبح النفس المنتقمة، خاصة أنه تأذى بشكل مباشر في أهم سنين عمره. لكنه أولا اجتاز أميته وأصبح علما من أعلام الثقافة بينما بلغ سن 18 كما سمعت أو 17 ولما يكون يعرف القراءة والكتابة، وثانيا تموضع في على عرش الثقافة والأدب والموقف في اليمن. وهو مجايل لأكثر من عصر وأكثر من مرحلة، وخاض مرحلة النضال وسبتمبر، وكثيرين من السبتمبريين نكثوا بهذه الثورة الجميلة وأغرتهم مزايا الحياة والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها باعتبارهم مناضلين وسبتمبريين، إلا أنه ثبت على موقفه. هناك شيء آخر شخصي يمكن. هو أنه رغم إلى جانب نجاحه كأديب ومثقف ومؤسس لكثير من التطلعات التقدمية في البلد، ونجاحه على الصعيد الشخصي في بناء عائلة متميزة تربطني بأبنائه علاقة طيبة جدا، وأنا لم أعرفه عن قرب لكني عرفته من خلال أبنائه، من دمات أخلاقهم ومن سعة اطلاعهم ومن موقفهم أيضا ونزاهة تفكيرهم، بإضافة إلى نزاهة أيديهم وبطونهم. نعم، إذا أستاذ مصطفى سأعود إليك للحديث أكثر عن هذه الشخصية المتفردة. انضم معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد أرويشان وزير الثقافة الأسبق من صنعاء. مساء الخير أستاذ خالد. مساء الخير، أهلا أهلا. أهلا بك معنا في هذه الحلقة أستاذ خالد. بداية لو حدثتنا عن شخصية أحمد قاسم دماج كتجربة ملهمة، ما الذي تمثل هذه التجربة من أهمية؟ هو في الواقع أن خسارتنا للأستاذ أحمد خسارة كبيرة جدا لسببين رئيسيين. أولا أنه لا ثانية له في تجربته السياسية والثقافية في البلد، وثانيا أنه يرحل والبلد تعاني وربما في أسوأ لحظاتها خلال القرون ربما. ولذلك هذا الرجل الذي هو بحق رجل من رجالات اليمن القلائل، وعندما نقول ذلك فنحن نعني ما نقول. أولا في مجال التثوير والتنوير، تثوير هذا رجل كان له دور كبير في
عملية الثورة سبتمبر 26 سبتمبر 1962 وما بعدها، ثم إنه رجل تنوير، إذ أنه أصبح ذات يوم رئيسا لاتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين. هذا الرجل الريفي الذي تربى في بيت عمه الشيخ مطيع وعلى كتبه، ولم يدخل جامعة ولا دخل ولا سافر الخارج كي يدرس مثلا، كيف استطاع ليس فقط أن يكتب شعرا فقط، ولكن أن يكتب شعرا سابقا لعصره، ورغم أنه لم يطبع ديوانا. هو رفض أن يطبع دواوينه الشعرية. ثم الرجل كان زاهدا إلا في أحلامه الكبيرة للبلاد ومستقبلها، كان زاهدا في السلطة وزاهدا في المال. في الواقع أنا عندما أقول خلاصة من خلاصات اليمن فهي تنطبق على هذا الرجل الذي هو بجسده الصغير مثل أيقونة، مثل خلاصة يعني ذهب. رجل لا يتكرر بسهولة في زهده في نظرته للسلطة، رغم أنه كان فاعلا وفعالا في رأيه السياسي بشكل عام قبل أن يدهمه المرض في سنواته الأخيرة للأسف. وفي نفس الوقت التجربة الإنسانية أيضا في علاقته بأبنائه، وربما أنه يتميز أيضا في هذا المجال، ولا أعرف أحدا ولا لا أكاد أعرف أحدا استطاع أن يربي أولاده بهذا النجاح. يعني أحمد قاسم دمج لم يموت في الواقع، عندما ترين أبنائه وقد تختلف الرؤى بين واحد وآخر أو في النظرة إلى أحدهم أو كيفما كانت، لكنها في النهاية نظرة احترام لشباب أيضا هم صورة من أبيهم يعني بشكل عام. وهذا ليس سهلا، ليس سهلا أن يكون الأبناء حتى أولاد الأنبياء، يعني يحدث أحيانا أنهم أنه عمل غير صار، لكن هذا الرجل استطاع مع والدتهم العظيمة رحمه الله، وهو كان عندما كنت أقول له يعني هنيئا لك بالأولاد الرائعين كان يقول أنهم نتاج تربية الأم رحمه الله، رحمه الله جميعا. نعم. وفي نفس تفضلي أستاذ خالد، يعني شخصية هذا الرجل يعني هي تجسد كسر أو إرادة اليمني وعبقريته في كسر الظروف التي مر بها. يعني نحن نتحدث عن رجل قضى 10 سنوات من حياته في السجن، خرج دون قراءة أو كتابة، ووصل إلى ما وصل إليه من تميز ومن تفرد. كيف يمكن أن تجسد هذه الشخصية إرادة اليمني بأبعادها المختلفة؟ يعني كما قلت لك، كيف نبث البردوني في جبال اليمن في أسرة لم تعرف القراءة والكتابة، واستطاع ليس فقط أن يكتب شعرا ولكن أن يكون أيضا شاعرا سابقا لعصره، وهو في قبيلة أو في منطقة لا تعرف ربما القراءة والكتابة في ثلاثينيات القرن الماضي. لكن أيضا عبقرية اليمن التي أنبتت رجالا كثرا يعني في تميزهم وفي إنتاجهم. الرأسمال هذا البلد هو هذا الإنسان. الأستاذ أحمد ربما في جيله هو كان متميزا بالزهد، وهو كان ربما أحد مؤسسي حركة القوميين العرب، وكان متأثرا جدا بأفكار اليسار، هذا لا شك فيه، لكنه أيضا كان ابن هذه البلاد وتربتها وعظمة جبالها وسهولها وتاريخها وأغانيها ورقصاتها وأزيائها. اليمن الكبير كان حلما في داخله وما يزال حلما للأجيال. يعني هذا الأستاذ الكبير كان متميزا عن أقرانه وفي جيله أولا بالزهد، ليس فقط في الوطنية، يعني الناس كلهم وطنيون، الكلمة هنا ليست عائمة، لكني أقول أنه كان عارفا ومحبا لبلده بشكل عام من سقطرى حتى صعدة حتى الحديدة حتى كل، يعرف التاريخ، قرأ التاريخ ويعرفه تماما. هذا رجل وكما قلت لك يعني كانت أقصى ما يمكن أن يصل إليه من فرح أن يلتقي صديقا أو يجلس إليه أو في مقيله الذي كان ندوة دائمة للشباب، شباب اليمن من كل المحافظات ولكن بالذات شباب الأسرة الذين كانوا يتأملون الرجل ومثل راهب. يعني الرجل كان في صومعته في سنواته الأخيرة، هذا الرجل الذي أصبح كما قلت لك رئيسا لاتحاد الأدباء والكتاب اليمن أصبح نموذجا، لكنهم لا يستطيعون أن يجارونه أو يبارونه في عملية الزهد والنظر إلى السلطة
بتلك الطريقة التي نظر بها إليها خلال فترة طويلة. وأيضا في المال ليس سرا أن نقول أنه لم يمتلك بيتا، يعني هذه مسألة معروفة عن الأستاذ أحمد، لكن الأجيال الجديدة لا تعرف. أنا أريد للأجيال الجديدة أن تقدر رجالها وأن تعرف الأستاذ أحمد قاسم دماج هو حتى متميز في إطار الأسرة نفسها، رغم أنه كان ابنا بارا للشيخ مطيع الثائر الكبير ضد الإمامة والجمهوري الذي كان أصبح محافظا بعد الثورة في تعز وفي إب وفي مناطق أخرى، لكنه كان مخلصا لعمه الشيخ مطيع رحمه الله في تلك المكتبة التي ظل يقرأ كتبها ويقرأ مخطوطاتها، حتى أنتجت وأنبتت هذه القامة الأدبية التي فرضت نفسها وحداثتها أن يكتب الأستاذ أحمد قاسم دماج الشعر التفعيلي مثلا. نعم، عند هذه النقطة وكان نعم. قارئا نهما، وأنا أشهد أنني قلت له ذات يوم، تحدثنا عن عبد الناصر مثلا، له رؤية لعبد الناصر تختلف كثيرا عن رؤية كثير من السياسيين العرب، يسار العرب إذا صح التعبير، رؤية إيجابية جدا. مثلا يتكلم عن، كنا مرة نتكلم على هيكل، كان هو يقول، قال كلمة وسمعتها منه والله، قال: كيف لأمة تهزم ويكون فيها رجل مثل محمد حسن الهيكل؟ أنا سمعتها منه، وهذه شهادة ذات يوم من 20 سنة يعني. لكن هو كان مثلا، هو لا يختلف كثيرا الأستاذ أحمد عن كثير من الأساتذة الأجلاء، أساتذة ثوار 26 سبتمبر، لكنه الزهد كما قلت لك يجعل منه راهبا حقيقيا إذا لم يكن نبيا سياسيا إذا صح التعبير. وكان فيما يتعلق بنتيجة هذا الجهد، أظن أنه كان موفقا في أنه أولاده جميعهم، يعني الأولاد، لا أريد أن أذكر أسماء، أنا أعرفهم جميعا ونعرف ما يكتبون وما يفعلون وكيف يفكرون، أنه نجح نجاحا كبيرا جدا في أن يجعل من هؤلاء الأبناء نموذجا للشباب. وأنا أريد للشباب الذين يسمعون هذه الأحزان في هذا المساء وجثمانه ما يزال في المستشفى أن يعرفوا وأن يتأملوا هذه الشخصيات العظيمة التي لن تنطفئ أبدا مهما كان الظلام موجودا ومهما كانت العودة في التاريخ الغريب والعجيب مرة أخرى بهذه الطريقة، عودة عابرة وزائرة ولكنها ثقيلة، واللحظة ثقيلة، لكن الأستاذ أحمد قاسم دماج كان نموذجا وكان خلاصة، كانت المكتبة عمه الشيخ مطيع زاده الأول الذي يعني اندفق في دمه وقلبه ضوءا أضاء لجيل كامل. الأستاذ أحمد قاسم دماج سيظل خلاصة من خلاصات البلد التي يجب أن يعرفها وتعرفها الأجيال اليمنية الجديدة. نعم، رحمة الله عليه. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد أرويشان، وزير الثقافة الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، استمعت لحديث الأستاذ خالد عن تجربة وشخصية الأستاذ الفقيد أحمد قاسم دماج، وربما لا تختلف الرؤى. دعني أعود بك فقط عند حديثك وأنت تتحدث عن كيف أن سجن أحمد قاسم دماج لم يؤثر سلبا عليه، على العكس، يعني هناك من يقول أن السجن المبكر لهذا الرجل ربما كان له دور كبير في تشكيل شخصيته، هل تتفق؟ في الحقيقة السجون بطبعها ليست بناءة، خصوصا في بلداننا، وهي ليست إصلاحية، هي مؤسسة عقابية وقاسية و لا يمكن أن يعول عليها. بالنسبة لي ربما أرى أن شخصيته وروحه التواقة والصبورة والاستثنائية هي التي جعلته يتجاوز هذه القيود. عمليا لم يكن، إذا كان الفقيد الأستاذ أحمد قاسم دماج هو الرهينة التي نقرأها في الرواية، إذا كان هو الرهينة فإن المسألة تأخذ بعدا اجتماعية أكثر من مسألة السجن. ربما السجن يمكن مغالبتها في حالة قهر، لكن الرهينة فيها قهر توضيح للعلاقة الاجتماعية التي كان نظام الإمامة يريد أن يقيمها مع أبناء اليمنيين، خصوصا أبناء المشايخ الذين يمثلون الهرم الاجتماعي بين قوسين أو بين هلالتين، يمكن أن نقول هذا. وكان المقصود هو أن يكون أبناء المشايخ في خدمة الإمام. نعم. فيها نوع من الإذلال، فيها نوع من الإخضاع،
وتم تجاوز هذا الأمر بمرحلة ما بعد الخروج من خلال هناك إزعاج لا بأس من 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 خلال التعلم وأن الحلم يكبر وأن النفس تتجاوز هذه الأحقاد. عادة من يدخلون السجون في ظروف سياسية يخضعون لعملية نفسية قاسية جدا، تحدث عنها الكاتب مصطفى حجازي في شخصية الإنسان المهجور، وهي حالة هدر، تعطيل للقوى، تعطيل للقوى الفكرية، أيضا عزلة اجتماعية، انتقام من عدم النجاح في الاندماج الاجتماعي. لدينا شخصية مغايرة تماما لهذه العملية النفسية، العكس، شخصية ناجحة ولها أدوار تلاعية واستطاعت أن تندمج ليس فقط في البيئة المحلية ولكن في البيئة العربية، في البيئة الكونية، من خلال تبني أفكار وقيم ونموذج حياة، وهذا ما هو مهم. هناك من يتبنون أفكارا وضاءة وجميلة لكن سلوكهم أحيانا يترافى مع هذه الأفكار. شخصية الأستاذ أحمد قاسم دماك شخصية متكاملة لأنها لم تتبنى الفكرة في إطارها المجرد ولكن جعلتها أسلوب حياة. هذا الزهد والنزاهة الخالصة والإيثار أيضا، وكما تحدث الأستاذ خالد الرويشان، النجاح في تربية الأبناء، النجاح يبدأ من دائرة صغيرة وهكذا تكبر الدائرة إلى أن يكون هناك نموذج يمكن أن يحتذى به. فعلا شخصية الأستاذ هي شخصية ملهمة جدا في هذه الظروف القاسية. نعرف الآن أن البلد تعاني ظروفا صعبة وهناك من يقبعون في السجون ويتعرضون لكثير من الويلات والعذاب، لكن في التاريخ عبرة، وفي شخصية الفقيد الأستاذ أحمد قاسم دماغ بادرة أمل كبيرة بأنه يمكن تجاوز كل هذه الآلام ويمكن أن تنتقل النفس من النفس المنتقمة إلى النفس المبادرة والإيجابية والخلاقة. نعم. إذن أستاذ مصطفى، أنت والسادة المشاهدين اسمحوا لنا أن نذهب فقط لهذا الفصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بك مرة أخرى أستاذ مصطفى. وقبل أن أعود إليك ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ مبارك سالمين، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين من عدن. مساء الخير أستاذ مبارك. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك معنا في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الفقيد أحمد قاسم دماج الذي ربما عاش بين صنعاء وعدن بين أكتوبر وسبتمبر وكان له حضوره السياسي والثقافي. نود منك أن تحدثنا عن بعض هذه التفاصيل التي يعني كانت في رحلة أحمد قاسم دماج. شكرا جزيلا لكم. وحقيقة يعني نصابنا كبير في تقديمنا للعزيز المناضل الوطني العالي والكبير الأستاذ أحمد قاسم دماج. أحمد قاسم دماج طبعا واحد من أبائنا على المستوى الوطني وعلى مستوى اتحاد الأدباء، فهو رفيق مؤسسي اتحادنا العتيد الأستاذ عمر الجاوي والأستاذ عبدالله البردوني والأستاذ الشحاري والربادي وغيرهم من المؤسسين. وكان الأستاذ أحمد قاسم دماج في مختلف مراحله النضالية يمثل صوت العقل. نستطيع أن نقول أن الأستاذ أحمد قاسم دماج رئيس الاتحاد ذات
فترة تاريخية لأنه عقل الاتحاد. رجل شفاف وعاطفي، ولكنه أيضا صارم ومناضل صلب لا إيضاح. نحن حقيقة نعزي في البداية أسرته الكريمة وأولاده، وهم أصدقائنا، وأيضا نعزي اليمن بهذا الفقد الكبير، نعزي أنفسنا، نعزي حركة التحديث في هذه البلاد التي خسرت اسما لامعا ومميزا دافع عن حركة التنوير والتحديث وناضل في إطار ثورة اليمنية. أحمد قاسم الدماج اسم سيظل من الأسماء البارزة في اليمن، اسم من أسماء الرحلة الأساسية لانعتاق اليمن من ربطة الاستعمار والحكم الإيماني الكهنوتي. نعم. إذن أستاذ مبارك، يعني ماذا عن القيم التي جسدها الفقيد والتي كان لها أثر كبير في الوسط؟ ما أسمع الصوت. نعم، القيم التي جسدها الفقيد في يعني وكان لها أثر في الوسط السياسي والثقافي، ماذا عنها؟ القيم التي مثلها الأستاذ كثيرة، وربما من بين أهم هذه القيم قيمة الصدق. كان أستاذنا الجليل الأستاذ أحمد قاسم دماج رجلا صادقا مع نفسه ومع الآخرين، وكان الصدق جزءا من سلوكه العام، بمعنى أنه لا يعني لا يعمل إلا ما يقول، ليس ممن يقولون ما لا يعملون. هذه ربما القيمة التي تظل قيم كثيرة فرعية، يعني عدم التسرع في الأحكام، احتواء الآخر، الاعتراف به، تقديره للاختلاف. كل هذه القيم نحن في أمس الحاجة إليها دائما، وربما نحن في الظروف الحالية حقيقة نحتاج كثيرا لهذه القيم، لأن الوضع قد التبس علينا في اليمن لأننا ابتعدنا عن هذه القيم المتمثلة في الصدق والاعتراف بالآخر وحماية الرأي مهما كان مخالفا لرأينا. بمعنى عندما اختفت روح التآخي والتسامح، تلك الروح التي زرعها المناضلون الأوائل، اختفت هذه الروح، نتج عنها ما تمر به اليمن اليوم من مأساة حقيقية. رحم الله الأستاذ أحمد قاسم دماج ومجاهديه من الكبار العظام الذين سيظل أثرهم باق ما بقيت الدنيا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ مبارك سلمين رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، يعني لو تحدثنا عن إسهامات الفقيد الثقافية وأيضا حضوره الثقافي، بداية مثلا أن نصوصه الأدبية ركزت على لمسات التجديدية في النص الأدبي، حدثنا عن هذه النقطة. نعم، في حقيقة الأمر كان الأستاذ خالد الرويشان قد أشار إلى أن الشاعر الفقيد لم يترك دواوين شعرية، لكنه ترك مجموعة من القصائد، وحسب علمي هي محدودة العدد إلى أنها نجوما حقيقية تتميز في تجربتها الأدبية، خاصة وأنه جاي له شعراء كالبردوني والزبيري وآخرين كتبوا بنسق وبأسلوب وبلغة مختلفة عما كتبه هو، كان حداثيا، وبالتالي نجد أن أشعاره التي القرية التي بمتناول أيدينا، ربما لم يسعفنا الوقت أن نجد المجلات التي كان يكتب فيها، خصوصا الحكمة أو المنشورات التي كانت تظهر في السبعينات والثمانينات،
تبدو فريدة من حيث مفرداتها ومن الشحنة العاطفية التي فيها، ولنسمح لأنفسنا أن نقول الحمولة الإيديولوجية أيضا هو يساري ومن مؤسسي اليسار في اليمن، وأنا جيل في لحظة خافت اليسار عالميا بصيغته السياسية لا تزال أفكاره، لكن صيغته السياسية كمعسكر اختفى، ولهذا لم نعش هذه التجربة الهامة مفردات اليسار، إلا أني في ما قرأت له وجدته يتبنى فكرة محورية هي العدالة الاجتماعية. هذه الفكرة تجعل أشعاره حاضرة ومتجددة وتتناسب مع متطلبات اللحظة في اليمن. أظن ما نعيشه هو الآن غياب للعدالة الاجتماعية، وبالتالي فإن سبق وقلت أنه ملهم في حياته، لكنه أيضا ملهم في أشعاره التي رفع فيها رفاقه أو التي تحدث فيها عن اللحظة العتمة الكبيرة، عن قسوة الحياة، عن الأحلام، عن هناك ملحوظة هامة كان قد كتب عنها الأستاذ عبد الله علوان، وقال جملة مكثفة وهي أن حياة الفقيد الأستاذ أحمد قاسم دماغ هي قصيدة بحد ذاتها. وبالتالي كان بين قصيدته التي كتبها ونطقها وبين حياته تكامل، بحيث نتجت قصيدة فيها وحدة عضوية لا تنفصل بين مسيرته التي هي قصيدة ملحمة فيها مأساة الشعر والقصيدة التي كتبها في مفرداتها. إذن من خلال هذه الوحدة الموضوعية لقصيدة حياة الشاعر أستاذ مصطفى، هل يمكن لنا القول أن الشاعر عاش خاصة يعني بعد لحظات القهر الراهنة في بعد الاجتياح والانقلاب، أنه عاش بين إمامتين، هل يمكن لنا القول بهذه الصورة؟ هو عاش أكثر من تجربة في حقيقة الأمر، منذ الطفولة ثم فترة الإمامة والتي تبدو لنا صورتها غائبة غائمة، مجرد ذكرى، لكنه عاشها وقاسها، سبتمبر والأحلام والطموحات الكبيرة ولحظات النضال، وأيضا هو كان من أبطال 70 كما قرأت، بالتالي بالنسبة لتلك اللحظة هي لحظة حصار 70، كانت أشد اللحظات تكثف من الناحية النضالية، إذ ربما حلم الجمهورية كان على وشك أن يزول خاصة وأن صنعاء محاصرة، لكن فك الحصار وانتصر سبتمبر بصيغة ما، وعاش لحظات أخرى ما بعدها، قيام الجمهورية، اختلاف نظامين، أيضا في قبل وفاته رحمه الله عاش لحظة انبثاق أمل جديد مع جيل آخر، وجيل الشباب الذي يمثل أبنائه أو ربما أحفاده إن جاز لي التعبير. نعم، عاش لحظات مكثفة وتجربة فريدة. يمكن أيضا أن بعيد عن الجانب النضالي، النقلة النوعية التي عاش فيها الأستاذ من الثلاثينات أو من هذه الثلاثينات إلى الألفية الثانية، هناك تحولات تكنولوجية هامة، البلد كيف سارت من الطرقات البسيطة التي كانت تسير فيها الحمير أو الجمال إلى وجود السيارة إلى وجود الطائرة، هذه النقلة الكبيرة التكنولوجية هو عايشة، وربما كانت له نظرة ثاقبة جدا فيما يخص التحول في اليمن، بناء الأحلام، بناء تطلعات، مفهومه للدولة، رؤيته المركزية لها العدالة الاجتماعية. نعم أستاذ مصطفى، ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الباري طاهر الكاتب من صنعاء. مساء الخير أستاذ عبد الباري. مساء النور، أهلا بك معنا في المساء اليمني أستاذ عبد الباري، ونحن نتحدث عن قامة فقدتها اليمن أحمد قاسم دماج، يعني كونك أحد الذين يعني كانوا رفاق الراحل في حياته، حدثنا عن أبرز سمات وشخصية الفقيد. العزيز، أولا عظم الله أجر الشعب اليمني والأمة العربية وأسرة وعائلة يعني ورفاق المناضل الكبير أحمد قاسم دماج. أحمد قاسم دماج هامة كبيرة جدا من القامات الوطنية، ويعتبر من القادة التاريخيين للحركة الوطنية كلها، وهو يعني أيضا من أبرز قادة حركة القوميين العرب، تحديدا عضو قيادي في الحزب الديمقراطي الثوري. حركة القوميين العرب هي من قادت الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب،
عندما تعرضت هذه الثورة للحصار كانت إب وتحديدا أيضا أسرة الفقيد أحمد قاسم دماج وعمه المناضل الكبير مطيع دماج كانوا خلفية لهذه الثورة في الجنوب، الثورة التحررية، ودعموها بالمال بالسلاح، وكانوا خلفية للتدريب وعقد المؤتمرات، وكانت بالفعل أسرة أحمد قاسم دماج وعمه مطيع دماج، ومطيع دماج من المناضلين في حركة في الحركة الوطنية منذ النشأة في الثلاثينات والأربعينات، وكان من أوائل الكتاب في فتاة الجزيرة، ويعني وهو رغم أنه نقيب من أهم مشايخ بكيل أكبر قبيلة في اليمن، إلا أنه ناضل نضالا مدنيا كتب في الصحف وأصبح رمز من رموز الحياة السياسية المدنية. أحمد قاسم دماج شخص متعدد المواهب، إمكانات وقدرات كبيرة جدا، ارتبط بالحركة الوطنية، ارتبط بالحياة الصحفية والثقافية، هو من قادة القادة الأوائل الذين أسسوا اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ومجلة الحكمة، وأسسوا أيضا ولعب دور في تأسيس نقابة الصحفيين اليمنيين. وعندما يتحدث عن الثقافة أحمد قاسم دماج ضمن تكوين مجلة الحكمة اليمن الجديد الكلمة، وهي المجلات الثقافية التي تأسست في السبعينات. فأحمد قاسم دماج يعني من الشخصيات الوطنية المهمة جدا، وأهم ما يميز هذا الرجل أنه كان على مستوى غاية في البساطة، في التواضع، في النقاء الثوري، في الصدق والمبدئية. وحياته مليئة بالمواقف. طبعا أحمد قاسم دماج منذ بداية الثورة في 62 كان أمين عام مجلس الوزراء، وظل في هذا الموقع حتى اعتقل في أحداث أغسطس، وكان من قادة النضال يعني في يعني المبدئي لحماية الثورة والجمهورية ولفت الحصار أم صنعاء، واعتقل لبضعة شهور، ثم أيضا فرضت عليه الإقامة الجبرية، ولكن الرجل كان يمثل الزهد والنقاء والطهر الثوري لعدم التكالب على المواقف السياسية الآنية أو الوظائف أو الصراع على الوجاهة والمال والسلطان. فهو رجل طبعا يمثل ضمير نقي جدا للحركة الوطنية، وظل كما تكلم يعني جميل الصادق الذي تحدث عن الأستاذ، ظل يواكب تطورات الحياة السياسية ودائما مرتبط بالحياة المدنية. وهو على كل حال الأستاذ أحمد قاسم دماج الفقيد الكبير يرحمه الله هو رمز رواية رهينة لابن عمي زين مطيع دماج، فهو البطل الحقيقي لهذه الرواية، من أهم الروايات التي ترجمت إلى أكثر من لغة، وأصبحت يعني طبعا ضمن الأعمال الأدبية المهمة في الحياة العربية واليمنية. فأحمد قاسم دماج الحديث عنه يحتاج إلى كراريس ويحتاج إلى تدوين واسع، ونتعشم أن رفاقه في الحياة السياسية والشباب، وبالأخص رفاق وأحمد قاسم دماج وأولاده، وهم أيضا في مستوى القدرة والكفاءة لتجميع أعمال هذا المبدع الكبير وتدوينها في أعمال يعني كاملة. ولا شك أن فقدان وخسارة مناضل كبير وضمير نقي كأحمد قاسم دماج أثره كبير جدا على الحياة السياسية العربية وعلى الحياة اليمنية بصورة خاصة في هذه الظروف العسيرة والصعبة التي تعيشها اليمن. يعني أستاذ عبد البهري، أحمد قاسم دماج في كل المنعطفات كان يمثل الضمير النقي والموقف بالاتجاه الصائب والسليم. نعم أستاذ عبد البهري، يعني لو تحدثنا عن التغييب والتهميش الذي تعرض له رموز الجمهورية أحياء وأموات، هل كان بصورة متعمدة كما حدث للفقيد؟ بكل التأكيد، أحمد قاسم دماج من القادة الذين أسسوا للحركة الوطنية، لحركة القوميين العرب التي لعبت قادة الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب، ودافعت عن الثورة والجمهورية في الشمال. فالإقصاء الذي تعرض له أحمد قاسم دماج رمز لهذا الاتجاه. أحمد قاسم دماج تعرض للاعتقال إلى جانب جار الله عمر، إلى جانب محمد عبد السلام منصور، إلى جانب عبد الحافظ قائد،
إلى جانب عبد الفتاح إسماعيل، إلى جانب عشرات من القادة التأريخيين للحركة الوطنية، تعرضوا للتهميش والاغتيال والسحل والإقصاء. مقاسم من بعد 67 لم يشتغل في أي وظيفة، ظل طبعا في حاضر في الحياة الثقافية في الحياة السياسية، لكن أقصي إقصاء ممنهج ومتعمد. وكان طبعا الأستاذ أحمد قاسم دماغ بعد ذلك لم يتعرض للاعتقال، ولكن كل الذين يعتقلون هم رفاقه وأصدقائه وأبنائه وأحفاده، وكان دائما يدافع عنهم، يدافع عنهم في المقالات، يدافع عنهم في اللقاءات، يدافع عنهم في المطالب. نعم. اتضحت الصورة أستاذ عبد الباري طاهر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، ويعني أنقل حديثك هذا لضيفي عبر الهاتف أيضا الأستاذ مصطفى الجبزي عن التغييب والتهميش الذي يحدث لرموز الجمهورية. أستاذ مصطفى، كيف ينبغي تخليد حضور هذه الرموز، خاصة يعني في ذهنية الجيل الجديد من الشباب، حتى يستلهموا أثر هذه الشخصية وغيرها؟ نعم، الحقيقة الأستاذ عبد الباري طاهر هو رفيق للفقيد الأستاذ أحمد قاسم دماغ، ولديه معرفة أدق، وقد أنرنا بكثير من المراحل النضالية للأستاذ وجهوده وإثرائه للمشهد الثقافي والسياسي والنضالي على صعيد الحقوق إجمالا. أود العودة قليلا فيما يخص السؤال السابق في بخصوص البعد الأدبي، ربما حقيقة لست في مؤهل للإجابة على هذا، وربما النقاد يدلون بآرائهم أكثر، لكن هناك دراسات وكتابات نقدية حول بعض القصائد وفيها كثير من الثراء وإبراز الخصوصيات للأديب. عودة على سؤالك، من الواضح جدا أو مسألة بديهية أن صالح أقام نظاما يرتكز على الزبونية، جعل من الوظيفة العامة وسيلة لإفساد الناس وشراء الذمم، ووضعها في غير النفع العام، وبالتالي لم يكن هناك ما يغريه في الأستاذ أحمد قاسم دماغ، لأنه رجل نزيه ولا لديه موقف وسائر حقيقي ومن أبناء سبتمبر الحقيقيين، ولهذا من الطبيعي أنه سيتعرض للتهميش، لأنه لن يقبل بالمعادلة التي يفرضها صالح وفرضها على كثيرين من ذوي الأيادي البيضاء والنظيفة والضمائر النزيهة، وتعرضوا لإقصاء وتهميش ويعني تساءت أحوالهم. نعم، إذن انتهى الوقت للأسف أستاذ مصطفى الجبزي، شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. لا يعني ربما حلقة واحدة لا تكفي قامة مثل أحمد قاسم دماج، شكرا لك ولجميع ضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.